أهلا بكم في الموعد الاقتصادي لنهار اليوم، والبداية بالتعاون، حيث استقبل اليوم وزير المالية العزيز فايد نائب رئيس البنك الدولي المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون، وسمح اللقاء بتبادل وجهات النظر حول قضايا تتعلق بالنمو الاقتصادي. كما تباحث الطرفان مستقبل علاقات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي. للتذكير، فقد أصدر البنك الدولي تقريرا جديدا يشمل تحديثا لتصنيف الجزائر، يبرز تقدمها في تصنيفات الهيئة المالية الدولية. وفي تصريح خاص بالتلفزيون الجزائري، أشاد وزير المالية العزيز فايد بالتقرير الأخير للبنك العالمي الذي صنف الجزائر في مرتبة متقدمة من حيث أداء اقتصادها. جاء هذا على هامش حفل تخرج الدفعة 11 من محترفي السوق المالية. نعم، في التقرير الأخير للبنك العالمي هناك تحسن في التصنيف الاقتصاد البلدان، حيث استفادت الجزائر يعني في تحسن في هذا التصنيف، حيث من حيث الدخل الفردي لكل تحسن، يعني فات من 3900 دولار إلى 4900 دولار للفرد. هذا ما خلى يعني الجزائر يعني التصنيف تاعها في التصنيف الجديد للبنك العالمي يتحسن نوع بطريقة يعني ملموسة. إلى ذلك، تخرجت أمس الدفعة 11 من محترفي السوق المالية بعد الاستفادة من دورة تكوينية من تنظيم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الكوسوب بتعاون مع معهد التكوين المصرفي. وتميزت هذه الدفعة بمشاركة صحفيين وذلك لأول مرة. المزيد في تقرير عبد الفتاح الورادي. تطوير السوق المالي ومواكبة احتياجاته في صلب الدورة التكوينية التي استفاد منها عدد من الإطارات الذين استحسنوا نوعية التكوين. مكنتنا هذه التكوين الذي كانت عبارة عن شهادة ما بين الاي اف بي والكوسوب مناصفة، وكانت يعني جدا مفيدة، حيث مكنتنا من اخذ يعني المواد الأساسية والوسائل الأساسية لعمل الوسيطة داخل البورصة. راح نكونوا ان شاء الله نحن مستقبلا وسيطين لانعاش الاقتصاد الجزائري على ما بين البنوك وبين المؤسسات والمستثمرين في السوق المالي. الدورة التكوينية المنظمة من قبل لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها الكوسوب شملت لأول مرة مجموعة من الصحفيين. هو تكوين نوعي وتكوين جيد، الهدف من مشاركة في هذا حتى يتمكن الصحفيين من استيعاب أكثر في المفاهيم المصرفية. هذه الدورة كانت جيدة، استفدنا منها احنا كصحفيين باش نزيد ونتمكنوا من التخصص تاعنا الصحفيين اللي في المجال الاقتصاد، باش يعني اون اكومباني ليتا في هاد لا ديمارش تاع لا روديناميزاسيون دو مارشي فينونسي. تأتي هذه الدورة التكوينية في ظل التطورات الإيجابية التي يعرفها اقتصادنا الوطني، خاصة مع الديناميكية التي يشهدها السوق المالي منذ بداية هذه السنة، مما يدفع بنا إلى تعزيز التكوين في هذا القطاع مواكبة للتطورات المتسارعة فيه. الدفعة 11 من محترفي السوق المالي لبنة تضاف لصرح الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تراهن عليها الحكومة للرفع من أداء الاقتصاد وتحسين المنظومة المالية. أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة أن الإحصاء العام للفلاحة وصل حاليا إلى 68%. جاء هذا على هامش زيارة التي قادت الوزير رفقة وزير الري طه دربال إلى معسكر أمس. وأضاف شرفة أن العملية تجري في ظروف حسنة مع تسجيل إقبال للفلاحين.
دوليا، ناقش خبراء المالية والاقتصاد في إفريقيا وأوروبا الاستراتيجية الإفريقية في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن أجندة 2063 المعتمدة من قبل دول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار المؤتمر الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا الذي انطلقت أشغاله بتونس بمشاركة ممثلي الهياكل والمؤسسات المالية والبنكية والمنظمات والجمعيات الإفريقية والدولية ذات الصلة، وهذا لتفعيل كافة القرارات والبرامج مع الشركاء الدوليين لمكافحة ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة خارج القارة الإفريقية والعمل على استرجاعها. قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن شركة أرامكو اكتشفت حقول نفط وغاز طبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي من المملكة، مبرزا أن الحقول شملت حقلين للزيت غير التقليدي ومكمنا للزيت العربي الخفيف بمعدل 5100 برميل في اليوم، مصحوبا بنحو 4 ملايين قدم مكعب قياسي .9 من الغاز في اليوم. تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% في جوان المنصرم بانخفاض من 2.6 في الشهر السابق وفقا للتوقعات، وأظهرت البيانات تراجع التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع في جوان مستأنفا اتجاهه النزولي بعد شهرين متتاليين من الزيادات، مما ترك الباب مفتوحا أمام خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر القادم. ننتقل الآن إلى عرض لأسعار بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت اليوم. والآن نستعرض معكم أهم مؤشرات البورصة في الجزائر لنهار اليوم. إلى أسعار النفط في العالم، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم. وعلى صعيد التداولات، سجلت العقود الفورية لخام برنت ارتفاعا بواقع 0.66% لتبلغ 87 دولارا و28 سنتا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي بنسبة 0.72% لتستقر عند 83 دولارا و94 سنتا للبرميل. شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تداولات اليوم، حيث سجلت العقود الفورية انخفاضا بنسبة 0.3% لتبلغ 2332 دولارا للأوقية، فيما بلغت عقود الذهب الآجلة 2330 دولارا للأوقية. ختام الاقتصاد بأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. ختام الموعد الاقتصادي لنهار اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.